الورد. شوف شوف معلومة جت براسي. شوف وردة أبوك مثال. طيب ما هو مشكلة الحين ورد. واللي ما لكني بحبه. شوف مثال شو اسمه الورد لذبل مات يعني. جيت أزقيته ما يرجع يروي من جديد ينبت يعني. لا خلاص الشيء لا تركته فترة طويلة لا تعود له وتقول بحصل هذا نفس ما كان مهما صار. لازم يتغير يعني. مثل أقول لك الحين أنا عز الله أني يعني صديقي أو رفيقي أو شخص ما يعني بشكل عام والله أن كالأيام هذه ما حلانا نروح نجي سوا مستنزين نطلع نسافر سوا بالاستراحة عايشين سوا. طيب أنت صارت لك ظروف صارت لك ظروف يعني ظرف أو دوام أو شيء تركت خويك يعني فترة زمنية بعدت عنه انشغلت ما صرت تواصله أو ما صرت تكلمه يعني انشغلت رجعت لبعد سنة أو يعني كذا مستحيل مستحيل تحصله نفس ما هو. راح يتغير. قل لي ليش؟ لأن كنت تركته يعني خلاص يعني تركت الشخص هذا ما علمت ظرفك. أكيد الواحد يتغير الدنيا يتغير أصلا. اليوم حنا كيف وبكرة كيف. مستحيل الواحد يمشي على شيء يعني خلاص أنا عز الله من اليوم هذا طبيعي وهذا خلاص. لا بعضهم ينشغل يترك كذا لا لا يدرك مش دخل يدرك يعني ينشغل فكر بعدين يقول أنا تركت خوي أو تركت صاحبه أو تركت اللي هو عاد بشكل عام. لا ترجع بعد فترة وتقول خلك نفس ما أنت مثل ما عرفت. لا صدقني راح يتغير والله يتغير يعني بيكون طبع متغير بتكون شخصية ثانية مستحيل نفسه. ليش؟ تغير الحياة. حتى الورد شفت الورد هذا أنت سكي تسكي ما تسكي تسكي كذا تنبت 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 الورد ينبت 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 إذا نبت تركت وقطعت عنها الماء شهر مات الورد. تسكي ما مستحيل ينبت نفس ما كان خلاص تغير لونه تغير شكله تغير كل شيء فيه. طيب ليش؟ ما أدري لأنك قطعت عنها الماء عشان كذا يموت يعني. المشاعر والإحساس عند الإنسان إذا ماتت أو إذا تغيرت على الشخص إذا تغيرت على الشخص مستحيل تعود نفس ما كانت مستحيل. إلا إذا كانت عادت نفس ما كانت بيكون اللي بينكم مجاملة فقط أبا جاملك عشان أبعيش هذا يمكن تصير. أبا جامل هذا بجامل هذا بجامل عشان أعيش. أما أبقى أنا نفس ما كنت لا. ليش؟ أكيد تغير الواحد تغير هالحياة تمر عليها ظروف تمر عليها أشغال تغير نفسيته تغير كل شيء كل شيء فيه تغير. مرة يرجع لطام اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين تسمعني
يا علي خل السهر العيون ما نحابا يا دنيا دورا طبع صدور غدارة وشلون شلون بندر نبيه مصور أبو بندر أبو بندر نبيه مصور ها قدامك العافية إن شاء الله تراك ميت في زماني وعازك اللي على جانبك عزيز بيالي رجلي على حالها وانا على حالي قصر ما هو في رجلي علي كلي Mm-hmm.